لا هو بس الراجل الاول قول لي انت اتعرفت عليه ازاي وبعد كده اخش على شخصيه. انا اتعرفت عليه عن صديقه وعن اخويا الكبير الاستاذ حمادة اسماعيل، يعني من اكتر الناس اللي وقفوا جنبي في حياتي على المستوى الشخصي وفي المجال نفسه دوت، وهو كان مقتنع بيا جدا، بس ما كانش يعني ما طلبتش منه حاجه ان انا عايز، يعني انا كنت حاسس ان انا مش جاهز لسه ان انا اسمع عمرو دياب حاجه، او ما عنديش حاجه تناسبه، لحد ما كنا راجعين مع بعض في العربيه ومشغل فوق اللي انت فيه، فقال لي ده ايه دي؟ قلت له اغنيه لسه عاملها وكذا واسمعها وبتاع، قعدنا سمعناها كذا مره ومش عارف ايه المهم، فقال لي بعتها لي. تاني يوم كان هو بقى بعتها لعمرو دياب وسمعها له وحكى له مين اسلام وقال له كذا وكذا وكذا وعجبه اللحن جدا، فهو عمر ما كانش فارق معاه مين اسلام قد ما كان عاجبه اغنيه وعاجبه موسيقى، ده الناس اللي مش فاهماه يعني، لحد ما بيعرف بقى الشخص فيبدا بقى يبقى يكون في تعامل مع الشخص نفسه، لكن عمرو في الاخر بيتعامل مع الموسيقى ومع الالبوم ومع شكل الالبوم وبيشوف عمل ده متكرر لا جديد لا، فلحد ما الحمد لله الاغنيه اتكلمنا على الدخله بقى وانت داخل تقابل عمرو دياب. لا بص هو ليه هبه غير طبيعيه، يعني غير يعني هو ليه كاريزما وهبه، فانت طول ما انت قاعد معاه غصب عنك عايز تبص له، مش عارف ليه يعني، هو انت عايز تفضل باصص له اللي هو يعني اللي هو انت بجد ولا 3 دي؟ لا مش عارف يعني انت انا شفته من زمان يعني وانا صغير، يعني انا اتولدت هو كان بيغني، يعني انا مواليد 87 كان هو عامل اغاني، هو بيغني من 86 يعني قبل انا كمان ما اكون موجود، فقعد بتفرج على تاريخ حاجه الراجل ده اول مره تشوفه اسلام فيها، ده اول مره تشوفه فيها عمر. كنت يعني وانا بقى اسلام عملت كذا واهلا وازيك وحلوه وبتاع وتشجيع، ومفيش انا مش لاقي حاجه اقولها ومش عارف اتكلم ازاي، بس كنت مبسوط ان انا وصلت ان انا حتى بقى اسمي موجود في تاريخ الراجل ده، حتى لو صفر من واحد من 10% ان في ال 30 سنه اللي هم ما شاء الله بيزيدوا اسمي بقى موجود، ما كنتش اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، ما اعرفش ان في اسلام انت